في مرج تشاوسو بمدينة يلي تم نقل 700,000 رأس من الماشية إلى مراعي الخريف في اليومين الماضيين بمعدل عشرات الآلاف يوميا. انطلقنا في الساعة الخامسة صباحا وغادرنا مرعى السيف، وسنحتاج إلى 5 ساعات للوصول إلى مرعى الخريف. من أجل تسهيل انتقال الرعاة وتحسين فعالية النقل، استثمرت الحكومة المحلية أكثر من 24 مليون إيوان لإعادة بناء الطرق الرعوية الجبلية منذ العام الماضي، وصار النقل يتم في 2 أو 3 ساعات، بينما كان في الماضي يستغرق 4 أو 5 أيام. الآن طرقنا كلها تتحسن، والقيادة على الطريق الإسفلتي سريعة ومريحة جدا، كما يتحرك الرعاة بسرعة كبيرة، ويمكنهم الوصول إلى المراعي الخريفية الجديدة في غضون 1 أو 2 ساعات، وهو سهل للغاية الآن. لقد وضعنا نقاط تفتيش للوقاية من الوباء في كل ممر جبلي، وقمنا بتنفيذ الإجراءات للوقاية من الوباء، ومن أجل ضمان النقل السلس لبعض الرعاة الذين هم بعيدون، أرسلنا موظفين خاصين لمعرفة حالاتهم الوقائية،